دي رفاهيه طيب. برضه هضحك بس وتقول الو. قول الو بس. الو علي صوتك. الو الو مين؟ الو الو فعلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين؟ ازيك يا استاذ حمدي؟ كل سنه وانت طيب. وحشنا حبيبي والله. كل سنه وانتم طيبين وانت بالصحه والسلامه. معاك استاذ فاروق الشرنوبي. فاكر اعمال فنيه جمعتكم يا استاذ حمدي؟ اكيد في حاجات بس انا مش فاكر. في اعمال فنيه جمعتك باستاذ فاروق الشرنوبي؟ لا والله اللي جمعني معاه ان الحانه والموسيقى بتاعته من يعني عند الكل، مش ضروري يكون يعني وجها لوجه. بس عايز اقول لك هو غاضب على كل ما يقدم في الاعمال الموسيقيه حاليا. والله انا بقى اشده على يده واقول له ولا معاك. ربنا يبارك لك يا استاذ. معقوله؟ طبعا. والله هقول لحضرتك ليه بقى؟ لان ثورتين قاموا يا راجل وحصل تغير شديد جدا جدا في المجتمع، وما زلنا بنعيش على نشيد ثورة 23 يوليو، وما زلنا نعيش على نشيد الله اكبر بالزبط. وما زلنا بنعيش على موسيقى سيد درويش، وما زلنا بنعيش على موسيقى صفر علي. طبعا ده عيب. طبعا هذا الجيل اللي لم يفرز غنيوه له في هذه الاحوال كلها عيب. نعم. عيب ان هم ما يكونوش يعني اسال استاذ فاروق يعني على ان احنا عندنا موسيقى العربيه. طب يا استاذ حمدي، يا استاذ حمدي عايز اقول لحضرتك سؤال. ينفع بعد توقف 33 سنه بالاحتفال بعيد الفن انا وانا مشارك منذ منتصف السبعينات في اعداد الناس عشان التغيير، واعمالي بتثبت ده، ولو حد جاب لي عمل ضد هذا الاتجاه يحاسبني، ابقى قاعد حاطط ايدي على خدي بتفرج على الفنانين اللي بيقابلوا السيد المرشح لرئيس رئاسه الجمهوريه السيد المشير عبد الفتاح السيسي. وبعدما نجح السيد المشير عبد الفتاح السيسي واصبح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، طلب يقابل الفنانين، لموا كل فنانين مصر، وفاروق الشرنوبي بعد هذا المشوار قاعد بيتفرج حاطط ايده على خده بيتفرج في التلفزيون زي اي مشاهد. ولم ادعى. هقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. العيب الرئيس عبد الفتاح السيسي اولا. الراجل العيب على الناس اللي مهيمنين بالظبط على الراجل ما عندوش الموسيقى. الراجل ما يعرفش مجال ما يفهمش انا يفهمش انا بقى الراجل ما يعرفش طبعا مجال مش بتاعه، انما اللي هيمنوا على انهم يعدوا هذا الاعداد. ايوه فين عقولهم؟ فين عينيهم؟ فين سماعهم؟ على فين تاريخهم؟ احنا الثلاثه. نعم. النقابات الثلاثه اللي هي التمثيليه والموسيقيه والسينمائيه. بالظبط. دول يعتبروا زي مستشارين لرئيس الجمهوريه. لكن كانت المساله ان هي كانت شلاليه وكانوا بيحتفلوا بنفسهم وليس بالفن. معاك استاذ حمدي. هم ما احتفلوش بالفن. ولا بالزبط. احتفلوا بالفنانين ورايحين يتصوروا عشان يطلعوا في المحطات. خليني اتكلم. واحد يقول لك ايه والله مش انا ده اصل مهنا هو اللي دعا. واحد يقول لك لا والله مش انا. طب هاني مهنا ده مش موسيقي؟ هاني مهنا ده ما يعرفش زمايله الموسيقيين يا عم. ما معكش موبايل انت؟ الله بلاش ما يعرفهمش. لا معايا ثلاثه موبايل. معاك ثلاثه موبايل؟ طيب انا معاك ان يعرفهم، لكن ما يعرفش مين اللي له ايادي بيضاء على الفن المصري. ازاي ما يعرفش يا استاذ حمدي؟ ازاي ما يعرفش؟ ما هو الفنان ومين التاجر؟ ما يعرفش يبقى المكان ده مش مكانه. لو ما يعرفش يبقى ما ينفعش رئيس اتحاد نقابات يجيب حد عارف. مش برضه مش يعني مش مشكلته يعني احنا بطل يا استاذ حمدي. حضرتك قلت بعد ثورتين يبقى نبطل. نبطل طيب. طبطل. انا هرجع لك يا استاذ فاروق. طيب. بس خليني اشكر نبطل اللي ما ينفعش في مكانه مش قادر يملى مكانه يا جماعه. حمدي اتفضل ويجي غيره. اشكرك يا استاذ حمدي.